السلام عليكم اخواني اعزائي، حلقة جديدة من نبغاتات المنزلية. حلقتنا مال اليوم تتناول نبات جدا مهم، هو نبات الكاليبتوز، او عندنا بالعراق نسميه القلنطوز، بلبنان وبسوريا يسموه كينا، بمصر يسموه الكافور. نبات الكاليبتوز جدا انواع كثيرة، بحدود 700 نوع بالعالم. موطنه غرب امريكا الجنوبية وجامايكا وجنوب المحيط الاطلسي. الكاليبتوز اوراقه تصير رفيعة طويلة سهمية، ولها دور فعال في معالجة عدة الأمراض، ومن خلال يعني انذكر بعدة أمور بالطب الأعشاب بكافة دول العالم. مراحل سابقة تم معالجة مرض الملاريا من خلاله. نبات الكاليبتوز نبات شجري، في بعض الحالات توصل ارتفاع الشجرة مالته إلى 60 متر. العلاجات اللي تخص نبات الكاليبتوز يساعد على علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل البرد والسعال، وكثير من الأدوية الطبية تحتوي على مواد تم استخراجها من نبتة الكاليبتوز. بالإضافة الدهن زيت الكاليبتوز يستعمل يدهنون به الصدر، يساعد على تخفيف الاحتقان والسعال، وثبت من خلال التجربة الواسعة عندنا بالنسبة بالعراق، وهو أيضا فشي سابقا يعني كان موجود. يخلون الأوراق الكاليبتوز بوعاء ويفوروه ويستنشقون الأبخرة اللي تطلع من خلال هذا المادة، لأن لها دور فعال في القضاء على البكتيريا وتوسع القصبات الهوائية، ولها دور يعني ملموس من خلال فيروس كورونا، يعني هذا لمسناه من عدة ناس أصدقاء ومعارف. الكاليبتوز شجرة مقاومة للظروف المناخية، تحمل الجفاف، ولها دور عدم تعرية التربة، وبالإضافة إلى تصبح يعني يتخذوها كمصدرات للرياح، تزرع بأطراف المدن وقرب الأسيجة. وأيضا نبات يعني إلى أنواع كثيرة، أكو من عند الكاليبتوز الليموني، الورقة مالته تختلف عن النبات الاعتيادي، الكاليبتوز الاعتيادي، حيث يعني بها رائحة الليمون بأوراقها. وإخواني بالنسبة للناس المشتركين بالجروب، يعني احنا بنقول لك نريد اشتراك، يعني تشترك مشاركة او فعالية سوي، يعني ما مو شرط انا اقول لك روح انشر النباتات اللي عندك او تنشر لي فد موضوع، لا بالعكس، يعني اني نحب ان نساعدكم بالنباتات اللي يصير عندها مثلا تلف او ذبول بالاوراق، او يعني نريد نوجهكم على الطريقه الصحيحه بالنسبه للنباتات العامه، من ناحيه حاجتها للسقي او حاجتها للمواد الكيميائيه او المواد العضويه او طبيعه المناخ اللي يحتاجه هذا النبات. واني ممنون، شكرا جزيلا للجميع، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم.